انا عايز اعرف بقى هشوف انا حافظه ولا لا. طيب يعني من ايام من 5 سنين يا مدام. 3 سنين يا مدام نجوى. 3 سنين. لا انا بحب رقم 5. انت بتحب رقم 3؟ 5 ماشي. طيب منى صح. مها عزت طبعا. منال مظبوط. منى مربت. ايوه مربت. افتح يا اخر العنقود. زي ما انا قلت لكم برضو مكوى. معاكم انا في القعده في الميم. جميله جميل. طيب البيت بتاعكم اللي طلعتوا منه وبقيتوا الله اكبر ما شاء الله. شفتوا الكراسي دي؟ ربنا يخليك. حاجه تفرح، حاجه تفرح بصراحه. وبعدين هم على فكره مش بس اخوات لطاف، لا ده هم بيحبوا بعض، بيهزروا مع بعض. الحمد لله. متهيألي بقى اكمل او اسال، بتحكوا لبعض اسرار؟ طبعا يعني بتروحوا. يا نهار اسود. ايه بصي، انا 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 عن نفسي هقول لك أسراري كلها ما أعتقدش إني في يوم، لو أنا غلطان فكروني، خبيت عليهم هما بالذات. يعني كان في حاجات ما أقولهاش لأمي أو لأبويا أو لمراتي الله يرحمها، لكن ولا لحد. لكن كنت أقول لهم سواء كانت منى أو مها أو منال أو ميرفت، عارفين كل خبايا نفسي من كل أسرار. آه طبعا من أول الأخير. طيب انت بقى عارف اسراره اغلبيتها، يعني 95% مش انا. لا لا والله مربة تقلب الزوم كده. لا لا بجد. لا دي اغلبهم دي يعني ما كانش ليها. لا انت فعلا يعني المفروض الاخوات بياخدوا من بعض كده. لا كل واحد عنده شخصيه مختلفه شكلا وموضوعا. يعني انا اقدر اقول وتقولوا لي انا صح ولا لا. اوكي. يعني منى جد قبل النظرة احنا نسميها. ايوه قبل النظرة. ده مظبوط؟ طبعا طبعا. لا ما تستضعفيش تعملي كده. مها دي اللي هي الشرحة صحيح. الشرحة والشهمة والجميلة والمجنونة وال كل ده؟ جدعة وال جدعة. ايوه يعني كله في بعض. ميلانج مش طبيعي. منال بقى انا حاسة كده. انا اقول لك منال دي عندها، انت عندك وقت للحركات الفناكيش دي كلها. الفناكيش دي قعدتي قد ايه عشان تلبسي كل ده؟ لابسه جزمه النهارده في زي جولف رجليها كمان. طب ده ما بقلعهمش والله. لا ما بنام بيهم. يعني انت بتنامي بيهم؟ عايزه اقول لك ان مره كنا عايزين نعمل لها رسم قلب وحاجات كده، قعدنا ساعه ونص عشان نقلعها دراع. والله العظيم. والله ده غير ودانها، ده غير الودان. 17 حلقة. واو. ايد التانية. طب دي اللي هي المفروض الدلوعة يعني، ولا دي فيها أمومة؟ دي الأم يعني دايما الأم لما يبقى عندها أولاد تبقى تتعايق بقى وتبقى بصي أو تبقى العكس خالص. هقول لحضرتك على حاجة. منال حاليا عايشة معايا في نفس البيت. أيوة. وانتقلت معايا بعد وفاة فاطمة. أيوة. لا تتخيلي قد ايه بقى ايه بتقوم بدور الام. الام الحقيقيه بقى يوم الجمعه تولع بخور وتبخرنا كلنا اللي في البيت. يعني تملي هي اللي بتقوم بدور. انتوا عندكم كل يوم جمعه تبخروا البيت؟ طبعا. دي من العادات العائلات اللي ترقينا. احنا عايزين نرجع العادات الجميله دي.